مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج نحو المستقبل على قناة عدن الفضائية. مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، دعونا نذهب إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود اللقاء بكم، فكونوا معنا. عدنا إليكم من جديد مشاهدينا الأعزاء، والعود أحمد دائما، ولازلنا معكم مشاهدينا الأعزاء في برنامج نحو المستقبل. ويسعدني مشاهدينا الأعزاء نستضيف في هذا الأسبوع المهندس عبد الناصر كلاشات، رئيس الهيئة العامة للمصائد والثروة السمكية بمحافظة المهرة. أهلا ومرحبا بك مهندس عبد الناصر كلاشات. اهلا وسهلا بكم بطاقم قناه العدن الفضائيه، ونتشرف بالظهور معهم من خلال شاشتهم التي توصل لكافه الشعب اليمني، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح ولبلدنا التقدم والازدهار. بداية مهندس عبد الناصر كلاشات، لو تضعونا وتضع المشاهد الكريم في صورة عامة للهيئة العامة للمصائد والثروة السمكية بمحافظة المهرة. بداية الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة تعتبر هي مستقلة عن بقية المحافظات وبقية الهيئات، وتعمل تحت إشراف مباشر لوزارة الثروة السمكية. هي تعتبر من ضمن 4 هيئات على مستوى الجمهورية، يعني هي الرابعة. أتى تسمية محافظة المهرة واستقلاليتها بهي مستقلة بحكم امتلاكها شريط ساحلي ما يقارب 570 كيلومتر، وتنوع أسماكها وجودتها وكميتها ووفرتها، فكل المواصفات والشروط القياسية التي توفرت في محافظة المهرة جعلت من إصدار لها وتشكيلها هي مستقلة عن بقية المحافظات أو بقية الهيئات التي تم إنشاءها في البحر الأحمر، وأيضا الهيئة خليج عدن، وأيضا هيئة البحر العربي. هذا أتى القرار في عام 2010 أثناء تسمية الهيئات على مستوى الجمهورية. محافظة المهرة محافظة كبيرة ومساحتها كبيرة، لذلك تميزت بوفرة الأسماك، وأيضا انفتاحها على الخليج، على البحر الأحمر، البحر العربي، وأيضا انفتاحها على المحيط الهندي. تعتبر الآن محافظة المهرة على مستوى المحافظات، إذا قرنت بمستوى المحافظات الجمهورية، تعتبر أن المهرة هي أكبر محافظة منتجة للأسماك في الجمهورية. سنقلب معك الكثير من الملفات التنموية في هذه الحلقة مهندس عبد الناصر، ونتحدث اليوم عن أبرز المهام والأولويات للهيئة العامة للمصائد والثروة السمكية هنا بمحافظة المهرة. نحن في الهيئة العامة للمصائد السمكية، وكرئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في محافظة المهرة، وبتعاون كبير من السلطة المحلية في محافظة المهرة ممثلة بالأستاذ محمد علي ياسر، وأيضا بقية أفراد السلطة المحلية في محافظة المهرة، الذين يولون القطاع السمكي جزء كبير من اهتمامهم، وأيضا ودعمهم لنا في كثير من الأنشطة. عمل الهيئة على مستوى المحافظة هو عمل فني على مستوى التسويق، وأيضا مراقبة ساحات الحراج وغيرها من الأمور الفنية التي تتم في أمور الاصطياد، بالإضافة إلى أهم عمل لنا أيضا نقوم فيه، والذي دائما نحاول قدر الإمكان أن نثبت، هو العمل الرقابي المستمر على الشريط الساحلي بمكافحة الظواهر المخلة بالاصطياد الساحلي، يعني الظواهر السلبية التي تؤثر على المخزون السمكي. نحن نضعها في جل اهتمامنا وفي جل
وفي مقدمة أولوياتنا بالعمل اليومي والروتين الدائم، هذا كجزء رقابة ومحاربة المخالفات في قطاع الأسماك، بالإضافة إلى تنمية وتشجيع المستثمرين في مجال الأسماك من خلال تواصلنا مع التجار وغيرهم ومقابلتنا لهم بصورة شخصية أو بصورة رسمية. فنشجع على أيضا على محاولة أن يكون في محافظة المهرة مصانع أسماك كسوتهم بالمحافظات الأخرى، لأن ما يتواجد حاليا في محافظة المهرة هو فقط موجود معامل تحضير أسماك وتجميد فقط. نطمح إن شاء الله، ونحن الآن بدأت في شركات تتوافد إلى محافظة المهرة بأن تنشي بإذن الله تعالى مصانع تعليب، والتي ما زالت المهرة تفقده إلى اليوم رغم وفرتها بالإنتاج السمكي. هذه أيضا من الاهتمامات اللي نهتم فيها والمجال الاستثماري، بالإضافة إلى وضع الحلول في والمعالجات لبعض الأمور بالتنسيق مع وزارة الثروة السمكية، خاصة في عملية توفير الأسماك في السوق المحلي. مهندس عبد الناصر، ربما لديكم رصيد حافل بالنجاحات لقيادتكم للهيئة العامة للمصائد والثروة السمكية بمحافظة المهرة. لو نتحدث اليوم عن أبرز المشاريع التنفيذية والتي تم إنجازها لا سيما في القطاع السمكي، وماذا أيضا عن المشاريع التي هي اليوم قيد الإنجاز؟ نحن القطاع السمكي حاليا يعني على مستوى سياسة الوزارة فهو قطاع استثماري كبير، يعني جانب استثماري، لذلك المشاريع التي تأتي من الحكومة هي بتأتي على المستوى الفني أو البنية التحتية، سواء كان ساحات الحراج أو غيرها من الأمور الفنية الأخرى. لكن ما تتم من مصانع ومعامل تحضير أسماك، نحن الحمد لله خلال الفصل الأول من هذا العام تم تنفيذ اثنين مصانع أسماك لمستثمرين، سواء كان من أبناء محافظة المهرة فيه، وفي واحد أيضا مستثمر من خارج المحافظة، وهذا مبشرات جيدة. بالإضافة إلى أنه في مشاريع ما زالت قيد التنفيذ، خاصة معامل تحضير الشروخ والتي تتميز في محافظة المهرة، إن شاء الله في اثنين معامل قادمة إن شاء الله هي في طور التنفيذ إن شاء الله خلال الأشهر القادمة أو يمكن العام القادم تفتح في محافظة المهرة. هذا في المجال الاستثماري الخاص، القطاع الخاص. المشاريع العامة التي هي في مجال البنية التحتية إن شاء الله سيتم تنفيذ اثنين مشاريع في مديرية كنشن، مركز إنزال متكامل بالإضافة إلى مركز إنزال متكامل في مديرية سيحوت، هذه من ضمن القطاع العام للدولة. طبعا ظاهرة الصياد العشوائي باتت اليوم تستنزف الثروة السمكية في كل مكان. دعنا نتحدث مهندس عبد الناصر كلاشيات اليوم عن الإجراءات التي تتخذها الهيئة العامة للمصائد والثروة السمكية تجاه صيادون أو من يخالفون ذلك. نحن في الهيئة نقوم بإطار ما هو متاح وفق القانون بدعم السلطة المحلية في المحافظة والسلطات الأمنية في المحافظة، نقوم بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حسب قانون الصيد رقم 2006 الذي ما يزال نافذ حتى اليوم. غيرها من الإجراءات جانب توعوي، نحن العام الماضي وبحضور محافظ محمد علي ياسر تم تدشين الحملة التوعوية، لأن الجانب القانوني لا يتبعه توعية فإن فوائده لن تكون مجدية إلا بجانب توعي. نفذنا حملة توعية ونشر الملصقات في أهمية الحفاظ على الثروة السمكية. كلمة الاصطياد العشوائي كلمة الصراحة نتأثر منها كثير، وظاهرة استنزاف الثروة السمكية المخزون السمكي خلال السنوات الماضية تمت بصورة عشوائية وبصورة كبيرة. نحن الآن قدر الإمكان نحاول إعادة تثبيت مواسم الاصطياد بالجهود التي تبذل، سواء كان من الطاقم الرقابة والتفتيش البحري بالإضافة إلى خفر السواعل بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية، وفوق ذلك إلى دعم السلطات المحلية بمحافظة المهرة.
نحن بالنسبة لكلمة الجرف العشوائي هي كلمة بقيت من خلال الفترات السابقة أثناء تواجد البواخر، ومصطلح متداول على المستوى الإعلامي إلى اليوم. نحن نحاول قدر الإمكان تغيير هذا المصطلح يعني إلى مصطلح أخف منه، لأن ظاهرة الجرف العشوائي اتخذت أيام ما كان البواخر تجرف، يعني البواخر الصناعية وبواخر الجرف القاعي إلى غيرها. لكن لا ننكر أنه توجد مخالفات على مستوى الصياد البسيط من خلال عدم تقيده بالموسم، أيضا استمراريته باستنزاف الثروة ومواصلة حتى خارج إطار الموسم في عملية الصياد، خاصة الأنواع التي لا تتواجد إلا خلال فترات محددة والتي لها قيمة اقتصادية، لأن في أسماك لها قيمة اقتصادية كبيرة جدا مثل الحبار، الروبيان، الشروخ. هذه أسماك لها قيمة، لازم تحافظ أول شيء يبادر الصياد من ذات نفسه أن يحافظ على هذه الأسماك، لأنها تعتبر كرافد اقتصادي للبلاد بشكل عام، وأيضا رافد اقتصادي للشخص نفسه وتأمين مستقبله عند الحفاظ على هذه الثروة. لازلنا نقلب معك الكثير من الملفات في برنامج نحو المستقبل. مهندس عبد الناصر كرشات، رئيس الهيئة العامة للمصائد والثروة السمكية بمحافظة المهرة، دعنا نتحدث اليوم أو لو تضعونا بالأصح في صورة عامة عن أبرز التسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة للمصائد والثروة السمكية في محافظة المهرة، بحكم أنها هي مستقلة بحد ذاتها. ما هي التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين أو المستثمرين أيضا في جانب القطاع السمكي هنا بمحافظة المهرة؟ أول شيء الهيئة العامة للمصائد السمكية هي في إطار قانون الاستثمار، وقانون الاستثمار معروف في الجمهورية أنه في إطار النافذة الواحدة، أي مستثمر لازم يأتي عبر نافذة عبر الهيئة العامة للاستثمار. والموافقات الفنية نحن الحمد لله لم نعرقل أي موافقة فنية خلال الفترات السابقة، إذا كان المستثمر ملتزم بالشروط والمواصفات والمقاييس، وأيضا حسب رغبة المستثمر، بالإضافة إلى أن لا يكون في أضرار بيئية وأضرار مختلفة سواء كان على القطاع على المستوى العام للدولة. نحن الآن في الهيئة العامة للصيد السمكية كما ذكرت يحكمنا قانون الاستثمار، فالتسهيلات معروفة في قانون الاستثمار للمستثمر هو السماح بإدخال المواد التي تتعلق بالمصانع ومعامل التحضير بدون جمارك وإحصاء أو حصول على الإعفاء الجمركي من هذه المواد التي ستدخل في عملية التصنيع، وأيضا عملية تصنيع وإعادة تصديرها، مثلا المواد التي تدخل سواء كان للتغليف أو غيرها فلا يتم جمركتها لأنها راح تعاد فيها مواد مصنعة أو مواد معلبة من داخل الجمهورية. نحن أيضا إذا واجهت أي إشكاليات المستثمرين مع السلطات المحلية أو مع أي جهات أخرى، فإننا نقوم بقدر الإمكان على حلها وتفهم هذه المشاكل وفق الإطار القانونية والمسموح التعامل بها. لو نتحدث عن أبرز التحديات والصعوبات التي ربما اليوم تواجه الهيئة العامة للمصائد والثروة السمكية بمحافظة المهرة. نحن من ضمن إطار الجمهورية اليمنية تحديات كبيرة التي تواجه جميع القطاعات، ليس قطاع الثروة السمكية فحسب، لكن جميع القطاعات تأثرت بالانقلاب الحوثي الذي تم على الحكومة الشرعية في عام 2014، وأيضا ما تلاه من حروب مستمرة التي تمت مع هذا الانقلاب ومع هذه الحرب، بالإضافة إلى المشاكل الداخلية التي حصلت في المناطق المحررة. هذه كلها تلقي بظلالها على القطاعات المختلفة في سواء كان في محافظة المهرة أو في غيرها من المحافظات الجمهورية. نحن جزء من هذا الكيان العام، فأكيد أن تأثرنا أيضا خاصة بموجة النزوح للصيادين، تعتبر أكبر معضلة وأكبر استنزاف، لأن نحن نعاني من ظاهرة استنزاف المخزون السمكي في محافظة المهرة، هو ظاهرة نزوح الصيادين سواء كان من البحر الأحمر بشكل كبير
هذه تعتبر أيضا من المعضلات والتحديات التي تواجهنا، ونحاول قدر الإمكان التعامل معها وفق طبيعة المرحلة التي تتم التي نمر بها حاليا. التحدي الثاني هو قلة الوعي للصيادين الذين لا يهتمون بموسم. نحن أيضا التحدي الآخر الذي نواجهه هو كما نسميهم بالهيئة، هو الدخيلي على مهنة الاصطياد، وهذا أكثر القطاع متأثر من هؤلاء الأشخاص الدخيلي على مهنة الاصطياد الذين لا يهمهم ثروة ولا يهمهم بقدر ما يهمهم المحصول أو الدخل اليومي فقط. لكن الصياد أيضا متأثر من هؤلاء الناس ومن هؤلاء الدخلاء على المهنة، لأنهم لا يراعوا لا موسم ولا يراعوا حرمة صيد ولا حرمة أي عمل أو موسم أو أي تقيد بأي قانون أو نظام، لأن ليس مهنته الأساسية مهنة الصيد. لكن الصيادين مشكورين الذين خاصة يمتهنوا مهنة الصيد، فإن أكثر انضباطا مع تعليمات وتوجهات الهيئة العامة للصيد السمكي ووزارة الثروة السمكية. التحدي الآخر هو قلاء المدخلات، يعني الغلاء بشكل عام هو مؤثر على جميع القطاعات بشكل عام، وأيضا مؤثر بشكل كبير على قطاع الثروة السمكية من خلال المدخلات، معدات الصيد التي تدخل من خارج الجمهورية، بالإضافة إلى ارتفاع الوقود، مما وصلت بأن مجموعة من الصيادين بدوا بالعزوف عن امتحان هذه المهنة، خاصة الأسماك التي تحتاج إلى كلفة كبيرة كاصطياد أسماك التمد، خاصة أسماك التونة. نلاحظ أن تقلص عدد الصيادين بشكل كبير من أبناء محافظة المهرة في اصطياد أسماك التمد، لأن كلفته عند حسابها أنها توصل ما بين 600 إلى 850 ألف كلفة الرحلة الواحدة باليوم، بالإضافة إلى أحيانا السوق ضعف في السوق، هذا أيضا تعتبر مؤثر. لكن حاليا نحن أيضا مع هذا الغلاء كما ذكرت، أنه في مجموعة كبيرة من الصيادين تم عزوفهم عن هذه المهنة بسبب المدخلات، بالإضافة إلى العصير التي مرت على المحافظة وبعض المحافظات أثرت بشكل كبير على قطاع البنية التحتية في محافظة المهر. نعم مهندس عبد الناصر كلاشات، رئيس الهيئة العامة للمصائد والثروة السمكية بمحافظة المهرة، لو تضعون اليوم في صورة أخرى عن الخطط وعن البرامج التي ربما ستقوم بها الهيئة العامة للمصائد والثروة السمكية في محافظة المهرة. بالنسبة للهيئة العامة للمصائد السمكية، نحن كل بداية كل عام نضع خطة، بالإضافة إلى الخطة العامة للاستثمارية الخاصة بمحافظة المهرة أو الخطة الخمسية التي تم وضعها، فإن نشتغل من إظهارها. نحن إن شاء الله كما ذكرت خططنا أن تكون في مراكز إنزال على مستوى متكامل، والحمد لله هذا الآن وفقنا فيه، بالإضافة إلى أن خططنا هو الاهتمام بالجانب الرقمي بشكل كبير. العام بفضل جهود السلطة المحلية وتعاونها معنا ودعمها لنا، تم إدخال 2 قوارب صغيرة يعني استخدم في الرقابة، وأيضا هذه السنة إن شاء الله خلال هذه الأيام يمكن من دعم الهيئة نفسها أو موارد الهيئة نفسها نشتري قارب آخر ليساهم في عملية الرقابة اليومية. نحن جل اهتمامنا خلال الأيام القادمة أو أغلب اهتمامنا يكون في الجانب الرقابي، يعني تفعيل دور الرقابة والتفتيش البحري، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين خاصة في الجانب الإحصائي، أيضا بالإضافة إلى أن نسعى بقدر الإمكان إلى استكمال المختبر. نحن الآن في الهيئة العامة للمصائد السمكية معنا مختبر، لكن لم يصل إلى مختبر مركزي متكامل، إن شاء الله نستكمل خلال الفترة القادمة هذا المختبر، لأن الآن يشتغل على مستوى الميكروبيولوجي. طموح كبير بإذن الله تعالى، طموحنا كبير، وإن شاء الله نقول أن نوفق ما نصبوا إليه. ألسنة بحرية التي ما زالت تفتقد محافظة المهرة وكواسر أمواج، رغم أنها محافظة أكبر محافظة منتجة للأسماك خلال سواء كان فترة
الحكومة ما قبل الوحدة وما بعد الوحدة، فننظر إلى أن محافظة المهرة همشت في القطاع السمكي بشكل كبير رغم ما كانت ترفضه للاقتصاد الوطني بالعملة خلاص ما قبل الوحدة وما بعدها، لكن إن شاء الله نحن على وعود ومعنا وعود شبه كذا بأن يكون تنفذ ألسنة بحرية بإذن الله تعالى خلال الأيام السنوات أو خلال الأشهر القادمة. بالإضافة نحن علشان نكون منصفين تم إنشاء ميناء سمكي فقط خلال الفترة السابقة ولكن حول إلى ميناء تجاري. ماذا عن حجم التعاون والتنسيق والشراكة بين الهيئة العامة للمصائد والثروة السمكية بمحافظة المهرة وبقية الهيئات في المحافظات الأخرى؟ بالنسبة للتنسيق، التنسيق من خلال إشراف وزارة الثروة السمكية ممثلة بالأخ اللواء سالم عبد الله حاليا وزير الزراعة والثروة السمكية، من خلال اللقاءات التشاورية المستمرة أو بين فترة وأخرى التي تتم تحت إشراف الوزير مع رؤساء الهيئات، بالإضافة إلى التواصل الدائم في ضبط المخالفين ما بين الهيئات سواء كان خاصة أكثر احتكاك نحن بهيئة البحر العربي، أمور كثيرة يعني الروتيني العمل الروتيني اليومي، فبيننا تنسيق كبير خاصة في اعتماد الشهادات، كل هيئة تعتمد شهادة الهيئة الأخرى خاصة في الجانب التصدير، أمور هذه الحمد لله تنسيق عالي جدا مع الهيئات المختلفة. مهندس عبد الناصر كلاشات رئيس الهيئة العامة للمصائد والثروة السمكية بمحافظة المهرة، ربما قيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة لعبت دورا كبيرا في تيسير وتسهيل عمل وسير الهيئة العامة للمصائد والثروة السمكية في محافظة المهرة، نتحدث اليوم أو بالأصح كيف تتمنون دور قيادة السلطة المحلية في محافظة المهرة اليوم؟ أنا أشرت في أثناء حديثي إلى دور السلطة المحلية بمحافظة المهرة ممثلة بالأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة وأيضا الطاقم بشكل عام، لا مانع يعني أنهم لم يبخلوا علينا بأي شيء في حال طلبنا منهم سواء كان معنويا أو ماديا توجيهات غيرها من الأمور، فدورهم كبير جدا وإيجابي معنا إلى أعلى المستويات وما ينكر خلال دعم سواء كان حملات عندما نقوم بحملات مستمرة فيتم توفير جميع الأطقم الأمنية تحت إشراف الهيئة بإضافة إلى تمويل هذه الأطقم كلها تكون فيها السلطة المحلية بمحافظة المهرة ونحن يكون دورنا ميسر ومنفذ لتوجيهاتهم بصورة مستمرة بالإضافة إلى توجيهاتهم إلى الجهات الأخرى الأمنية وخفر السواحل بضرورة تنفيذ توجيهات الهيئة العامة للمصائد السمكية في حماية الثروة السمكية والمخزون السمكي في محافظة المهرة، فلم يقصروا معنا بأي جهد بالإضافة إلى دور أيضا الوزارة ومتابعتهم دور الوزير ووزارة الثروة السمكية بشكل كبير معنا وتسهيلهم كافة الأمور التي نحتاجها وخلال التنسيق معهم بصورة مستمرة. مهندس عبد الناصر كلاشات رئيس الهيئة العامة للمصائد والثروة السمكية في محافظة المهرة، كيف تقرؤون مستقبل الهيئة وكذلك مستقبل القطاع السمكي في هذه المحافظة؟ نحن قراءتنا مستقبل الثروة السمكية نحن نقول إنها ثروة متجددة في حالة الحفاظ عليها من العشوائية والتدمير الذي نقدر نقول مش ممنهج ولكن شبه ممنهج. نحن مخالفات المحافظات الأخرى، نحن تأثرنا بشكل كبير بموجة النزوح الصيادين إلينا بالإضافة إلى وفودهم بأساليب مدمرة للبيئة البحرية، يعني هذه أظن أقولها يعني بالفم المليان ولا أتورع منها أن أغلب الأساليب المدمرة للبيئة البحرية أتت إلينا من خلال الصيادين الوافدين إلى محافظة المهرة، ونحن دائما ندعو من هو وفد إلينا بشكل عام أن محافظة المهرة هي محلة ترحب بأي إنسان وافد إليها، لكن في إطار يجب عليهم أن يحترموا قوانين السائدة في هذه المحافظة أو على القوانين التي تنظم عمل الثروة السمكية في محافظة المهرة.
مستقبل ما نحن الآن من خلال كان مثلا قطاع الأسماك مثلا الشروخ من خلال المكافحة المستمرة للاصطياد بالأشباك، فنلاحظ أن العام الماضي كانت إنتاجية الشروخ مقارنة بالأعوام السابقة نوعيا ما ملحوظة وكانت جيدة، ونأمل أن هذه السنة تكون بصورة أفضل بإذن الله تعالى، خاصة السمك التي تتميز في محافظة المرعى عن بقية محافظات الجمهورية. بالإضافة أن القطاع الاستثماري نلاحظ الأمانة يعني أن في توجه نحو محافظة المهرة بشكل كبير للاستثمار في قطاع الثروة السمكية، وإن شاء الله نقول أن هذه الموجة حتى أنها مؤشر خير بإذن الله تعالى، أنه لما يأتي الاستثمار في القطاع السمكي أكيد سوف تكون هناك نقلة نوعية للصياد، سواء كان على مستوى شخصه أيضا على مستوى العام والإرادة العام للدولة سوف يتحسن بإذن الله تعالى. سعداء جدا ونحن نجري معك هذا الحوار من برنامج نحو المستقبل على قناة عدن الفضائية، والذي مر سريعا كلمة أخيرة يود أن يقولها المهندس عبد الناصر كلاشات رئيس الهيئة العامة للمصائد والتسمية بمحافظة المهرة. رسالة أخيرة أود أقولها أني أسجل شكري وتقديري لطاقم عدن الفضائية باستضافتنا على شاشتهم من خلال هذا البرنامج، وأيضا نسجل شكرنا وتقديرنا لقيادة وزارة الثروة السمكية مثل باللواء سالم عبد الله الصقدري وزير الزراعة والري والثروة السمكية على ما يبذلهم من جهود ملموسة وملاحظة للأمانة، يعني ملاحظة جهود أنه في تحسن في الأداء بشكل كبير، وأيضا في تعزيز قدرات الهيئات في مواجهة بعض الصعوبات من خلال جوانب إدارية وجوانب مالية وغيرها من الأمور. أيضا بالإضافة إلى شكرنا الكبير للسلطة المحلية مثل الأستاذ محمد علي ياسر على ما قامت به من جهود من تكفل بموازنة الهيئة العامة للمصائد السمكية ودفع جزء من الموازنة وتغطية جزء كبير أو كل الحملات التي تقوم بها الهيئة العامة للمصائد السمكية، وهذا ما تفردت فيه السلطة المحلية محافظة المهرة عن بقية السلطات المحافظات الأخرى بدعمها القطاع الثروة السمكية. أيضا ندعو الصيادين بشكل عام بالحفاظ على المخزون السمكي التي تتميز به محافظة المهرة وخاصة الصيادين الوافدين بالإضافة إلى الصيادين المحليين من أبناء محافظة المهرة من أجل ديمومة هذا المنتج واستمراريته، والذي سوف يكون له أكيد فائدة الأساسية للصياد نفسه وأيضا بالإضافة إلى العمل للبلد. كما ندعو الإخوة المستثمرين على مستوى الجمهورية بأن يتجهوا إلى محافظة المهرة التي تتميز بوفرة وندرة أسماكها بإضافة إلى كميتها الكبيرة وجودتها وقيمتها الاقتصادية العالية بأن يأتوا للاستثمار في محافظة المهرة في مجال القطاع السمكي. أستاذ عبد الناصر كلاشات رئيس الهيئة العامة للمصائد والثروة السمكية بمحافظة المهرة، شكرا جزيلا لك، وشكرا موصولا لكم أحبتي أينما متابعي برنامج نحو المستقبل داخل وخارج الوطن الحبيب، وهذه أجمل وأطيب تحية مني أنا محدثكم حسني محمد النجدي وطاقم البرنامج، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله.